ربنا ما أمجد اسمك يا ربنا نهديك كل تسبيحاتنا يا ربنا ما أمجد اسمك لأنك ربنا الأمين صانع العظائم وحدك الساكن وسط صلح شعبه فلنسجد له الآن قدير ليس مثله قد ساحق الشيطان يعيننا يعطينا انتصار فلنهتف الآن يا ربنا ما أمجد اسمك يا ربنا نهديك كل تسبيحاتنا صانع العظائم وحدك يا ربنا ما أمجد اسمك يا ربنا نهديك كل تسبيحاتنا ربنا ما أمجد لأنك ربنا الأمين صانع العظائم وحدك انك ربنا الامين صانع العظائم وحدك ليس لنا يا ربنا بل اسمك اعطي مجدا ليس لنا يا ربنا بل اسمك أعطي مجدا من أجل رحمتي من أجل أمانتي من أجل جودك صلاحك حتى يغطي مجدك كل القمم ليس لنا ليس لنا يا ربنا بل اسمك تحمدك الشعوب وتعظمك في عرشك صالح وإلى أبد رحمتك ليس لنا يا ربنا بل اسمك أعطي مجدا يسوع ليس لنا الرب يا كل الأمم
الشعوب رحمة قويت علينا أمانة الرب تبقى إلى الأبد ليس لنا ليس لنا لاسمك أعطي مجدا فماذا نقول إذن؟ هل نستمر في الخطيئة كي تزداد النعمة؟ حاشا. فكيف نحن قد متنا للخطيئة نعيش فيما بعد فيها؟ ألا تعلمون أن نحن الذين غطسنا في المسيح يسوع قد غطسنا في موته؟ لذلك نحن قد دفننا معه بالغطس في الموت حتى كما أقيم المسيح من بين الأموات مجد الله الآب هكذا نسلك نحن أيضا في حياة جديدة لأنه إن كنا قد غرسنا معا في شبه موته هكذا سنكون أيضا في قيامته عارفين هذا أن الإنسان عتيق الصلب معه حتى يدمر جسد الخطيئة لكي لا نخدم الخطيئة فيما بعد لأن الذي مات قد تحرر من الخطيئة فلأن إن كنا قد متنا مع المسيح نحن نؤمن أننا سوف نحيا معه أيضا عارفين أن المسيح الذي أقيم من بين الأموات لن يموت مرة ثانية إذ ليس زيادة موت عليه فيما بعد لأن الموت الذي ماته قد ماته الخطيئة مرة واحدة وأما الحياة التي حياته وحياها الله أقدر أحسب أنفسكم أنتم أيضا في الحقيقة أموات للخطيئة لكن حياها الله بيسوع المسيح ربنا إذا لا تدعوا الخطيئة تسود في جسدكم الفاني كي تطيعوا شهواته ولا تقدموا أعضاءكم كأدوات إثم للخطيئة بل قدموا أنفسكم لله كأناس أقيموا من بين الأموات وأعضاءكم وأدوات بر لله فلن يكون الخطيئة سيارة عليكم لكم وصل تحت الشريعة وتحت النعمة ماذا إذن هل سنخطئ إذا لست تحت الشريعة بل تحت النعمة حاشا ألا تعلمونكم عندما تقدمون أنفسكم عبيدا للطاعة فأنتم عبيد لمن تطيعون إما للخطيئة إلى الموت أو للطاعة إلى البر لكن شكر الله لأنكم لأنه كما كنتم أنتم عبيدا للخطيئة هكذا طعتم من قلوبكم التعليم الذي سلم إليكم فعندما حررتم من الخطيئة أصبحتم عبيدا للبر أتكلم هنا حسب طريقة الناس بسبب ضعف إجسادكم فإنه كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة ومن خطيئة لخطيئة هكذا قدموا الآن أعضاءكم عبيدا للبر إلى القداسة لأنه لما كنتم عبيدا للخطيئة كنتم حرام من البر ولكن ما هو الثمر الذي كان لكم في هذه الأشياء أتستحون منها الآن لنهاية تلك الأشياء هي الموت وأما الآن لما حررتم من الخطيئة وأصبحتم عبيدا لله لكم ثمركم القداسة والنهاية حياة الأبدية موت وما أعطينا الله في حياتنا أبدية بيسوع المسيح ربنا موسيقى
ربنا نهديك كل تسبيحاتنا يا ربنا ما أمجد اسمك لأنك ربنا الأمين صانع العظائم وحدك يا ربنا ما أمجد اسمك يا ربنا نهديك كل تسبيحاتنا وتنظفنا
يا أحلى حبيب، أنت اللي بروحك تحملنا وتقدسنا يا أروع نصيب، أنت اللي بدمك تغسلنا وتنظفنا يا أحلى حبيب، أروع نصيب. اسكب روحك علينا يملانا ويغطينا بقالك كل ليالينا، اسكب روحك علينا أسبيب، انت اللي بحبك تبهرنا وتغمرنا وتفدينا، وانت اللي بصوتك تحيينا وترشدنا وتعزينا، انت اللي بحبك تبهرنا وتغمرنا وتفدينا، انت اللي صوتك فينا وتعزينا، اسكب روحك علينا يملانا ويغطينا، تسبيح اسكب روحك علينا واخد بالك منا وبتحرسنا وتأمننا
وبتعتني بينا علشان انت موجود فينا. ابعد عايز اقولك كتر خيرك مفيش شيء ومفيش غيرك. عايز اقولك كتر خيرك عملنا ما عملنا تستحملنا يا مرتين قوي عنا كملنا وبننساك واحنا فاكرك وبننساك دايما واخد بالك منا كنت حرصنا وتأمننا انت وجودك يطمننا ولا نزال جم انت موجود فينا الاحزان تتسلنا وتبعد. عايز اقولك بطل خيرك مش غيرك. عايز اقولك بطل خيرك مفيش غيرك دايما بمحبة تعملنا مهما عملنا تستحملنا يا مرتين قوي عنا كملنا ننساك واحنا فاكرك ننساك واحنا رأيت رؤيا عجيبة في السماء عظيمة وعجيبة. سبع الملائكة معهم لها سبع الأخيرة نفيها قد امتلأ غضب الله. ورأيت شبه بحر المشجاج المخلوط بنار والذين غرنار انتصار على الوحش وعلى التمثال وعلى علامته وعلى رقم اسمه واقفين على البحر الزجاجي ومعهم قذارات الله ويرنمون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الحمل قائلين عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها رب الله القادر على كل شيء عادلة وحق هي طرقك لما القديسين من لا يخافك يا رب مجد اسمك لأن وعد القدوس لأن كل الأمم سأتي وتسجد أمامك لأنها كما قد أمهت. بعد هذا نظرت إذ هيكل خيمة الاجتماع في السماء قد فتح وخرج الملائكة السبعة من الهيكل ومعهم البلايا السبعة والسربين بكتان أبيض ونقي وصدورهم ملفوفة بأحزمة ذهب. واحد من الحيوانات الأربعة أعطى الملائكة السبعة سبعة كؤوس ذهبية مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الأبدين. وامتلأ الهيكل دخان مجد الله ومن قوته ولم يستطع أي إنسان أن يدخل إلى الهيكل حتى تم بلايا سبعة ملائكة السبعة. We'll be right back.
ولذلك تلك الأشياء سمعت صوتا عظيما للناس الكثيرين في السماء يقولون هاللويا. الخلاص والمجد والكرامة للقوة للرب إلهنا، لأن أحكامه قد هي حق وعادلة. لقد أدانا العاهرة العظيمة التي أفسدت الأرض بعهارتها وانتقم لدم عبيده منها. وأيضا قال هاللويا ودخلنا يصعد إلى أبد الأبدين. وسقط 24 شيخا والأربعة حيوانات سجدوا الله الذي كان جالسا على العرش قائلين آمين هاللويا. وقال صوت من العرش يقول سبحوا إلهنا كجميع عبيده وأنتم الذين تهابونه صغارا وكبارا. وسمعت صوتا كجمع عظيم وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود عظيمة تقول هاللويا، لأن رب إله القضاء على كل شيء يسود. نفرح ونتهلل للعطية الكرامة، لأن زواج الحمل قد حان وعروسه قد هيئت نفسها. وأعطي لها أن تتسرب بكتان نقي نظيف وأبيض، لأن الكتان النقي هو بر القديسين. وقال لي اكتب طوبى المدعوين على حفل عرس الحمل، وهو قال لي هذا يقال الله الصادقة. وسقطوا عند قدميه لأسجد له، وقال لي انظر ماذا فعل، أنا عبد معك ومع أخوتك الذين لهم شهادة يسوع. أسجد الله أن شهادة يسوع هي روح النبوة. رأيت السماء مفتوحة وإذ حصان أبيض وجالس عليه يدعى أمين وصادق، وهو يحكم بالإرهار بالعدل. عليه عيناه كلهيب نار وعلى رأسه أكاليل كثيرة، وله اسم مكتوب لا أحد يعرفه إلا هو. وكان لابسا ثوبا محبوسا بالدم واسمه يدعى كلمة الله. والجيوش التي في السماء تبعته على أحسن البيضاء لابسين كتان نقيا أبيضا ونظيفا، ومن فمه يخرج سيفا حادث حتى يضرب به الأمم، وهو سوف يحكمه بعصا من حديد ويدوس معصرة شراس غضب الله القاضى على كل شيء. ولو على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. ورأيت ملاكا واقفا في الشمس وصرخ بصوت عظيم قائلا لكل الطيور في وسط السماء، تعالوا اجتمع على عشاء الله العظيم لتأكل لحوم ملوك ولحوم مقاد ولحوم رجال أقوياء ولحوم أحسن جالسين عليها ولحوم كل الناس عبيدا وأحرار صغيرا وكبارا. رأيت الوحش وملوك الأرض وجنودهم مجتمعين ليحارب الجالس على الحصان وجيشه. وأخذ الوحش معه النبي الدجال الذي صنع المعجزات أمامه التي خدع بها الذين أخذوا علامة الوحش وعبدوا ثاني. هذان الاثنان طرحا حيين في بحيرة النار المشتعلة بكبريت، والبقية ذبحوا بسيف الجالس على الحصان الذي خرج من فمه، وكل الطيور شبعت من لحومهم. آمين. مبارك واسمك رب المجد والعظيم والصالح أنت يا قدوس ورحمتك الأبدية، ونشكرك رب إنهم فرحانين بك فخورين بك. نعم نحبك يا يسوع، نشكرك على ترانيم طنيها أنت يا رب حتى نظن دائما لك المجد والعظيمك يا يسوع. مبارك واسمك القلب عسى ويملأ القلب.
انظر إليه سامعا يهنى بتسبيحاتنا متمما وعوده ملبيا قلباتنا ملبيا كل أربعة أعظم الجود الذي لخائفه قد ذخر ما أعظم الجود الذي لمؤمنه قد ظهر الله الحي، أشكرك على قوينا، أبو حكم دوكوس.